الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى مع انطلاقة الشوط السادس عشر الخاصة بفئة الحول المهجنات الأصايل مسافة الستة كيلومترات الحاضرة معنا هنا في صباح هذا اليوم هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. لنتابع هنا الأسماء والشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان مباشرة مع المقدمة مع الصدارة مع الانطلاق الأول والتحديات الأولى. المركز الأول مع الهدة سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم لنا انطلاقة الهدة على أول التحديات وأول الانطلاقات، بينما المركز الثاني فزعة للسيد مبارك بن راشد بن محمد الخيالي من يقدم لنا فزعة اللي تحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام أمجاد عابر بن خلفان بن محمد الهاملي من يقدم لنا انطلاقة أمجاد. المركز الرابع الوصول مع عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي، والمركز الخامس من الجانب الأيمن المسك سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري. هنالك أيضا الوصول والانطلاقة والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام مع شعار الصعب شعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم لنا انجود في هذه اللحظات، ولكن من تسللت رهف للسيد راشد بن ساري بن علي المنصوري من يقدم لنا رهف في هذه اللحظات ايضا القادمه. والمنطلقه شقره خليفه بن محمد بن شاهين المرر من يقدم لنا شقره في هذه اللحظات اللي تحتل المركز الثامن، بينما تاسع التحديات العفريت بخيت بن علي بالخصواني المنصوري. والمركز العاشر مرضية علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة مرضية. هكذا هي النتيجة لعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى في هذا الشوط الخاص بالإنتاج والمنتجين، شوط الختام مسك الختام مع من بيكون من هذه الشعارات المميزة. المقدمة والصدارة والانطلاق الأول مع الهدة سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم لنا الهدة اللي تحتل المركز الأول وتحتل صدارة هذا الشوط. المركز الثاني متعبة سالم بن سهيل بن لويع العامري من يقدم لنا متعبة لتحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث أمجاد عابر بن خلفان بن محمد الهاملي من يقدم لنا أمجاد اللي تحضر على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع فزعة مبارك بن راشد بن محمد الخيالي قادما على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول مع رهف راشد بن ساري بن علي المنصوري من يقدم لنا انطلاقة رهف من تحضر بهذا الأداء المميز. أيضا الوصول والانطلاق والتحديات مع نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي هو القادم في هذه اللحظات المعلن عن تواجده المميز، بينما نتابع الوصول والتحديات مع عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي من يقدم لنا عوايد، بينما القدوم مع مرضية علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة مرضية في هذه اللحظات. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة والانطلاق الأول والتحديات الأولى. يا سلام الهدة 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 على المركز الأول سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم لنا الهدة على أول التحديات وأول الانطلاقات، بينما المركز الثاني حضرت متعبة سالم بن سهيل بن لويع العامري من يقدم لنا متعبة الحاضرة بهذا الأداء المميز تحتل المركز الثاني، بينما المركز
الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، المسك سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري من يقدم لنا المسك اللي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع هنالك عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي من يقدم لنا عوايد اللي بدأت تتقدم في هذه اللحظات. انجود قادمة بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي من يقدم لنا انطلاقة انجود. أيضا القادمة فزعة مبارك بن راشد بن محمد الخيالي من يقدم لنا فزعة في هذه اللحظات. وهنالك مرضية علي بن خليفة بن بليشة الكتبي من يقدم لنا مرضية. وأيضا القدوم هنالك مع شعار حمد بن محمد بن بيشان العجمي من يقدم لنا صبرة القادمة. أول نداء لانطلاقة هذا الشعار المميز بدأ يتقدم شعار بن بيشان، شعار يتميز في الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين بإنتاجه الفاخر والمميز. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. وهنالك الصدارة والانطلاق مع متعبة سالم بن سهيل بن لويع العامري من يقدم لنا متعبة على المركز الأول. المركز الثاني الهدى سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم لنا الهدى على المركز الثاني. المركز الثالث أوصلت عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي من يقدم لنا عوايد راعي الوثبة. وهنالك أيضا الوصول مع مرضية علي بن خليفة بن بليشة الاكتبي بدأ يتقدم الآن على المركز الرابع. بدأت التحديات، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات وكيلو الانطلاقات المميزة. متعبة على المركز الأول، سالم بن سهيل بن لويعة العامري من يقدم لنا متعبة على الأول. التحديات المركز الثاني، وصلت عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي من يقدم لنا عوايد. وأيضا القادمة والمنطلق الهدى سهيل بن حمد بن يطبع العامري يتسلل، يستلم القيادة، يستلم الريادة، يتواجد على المركز الأول مع الهدى سهيل بن حمد بن يطبع العامري من يقدم لنا الهدى الهدى الهدى. المركز الثاني حضرت عوايد، عادت عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي ينطلق مع المركز الأول مع الصدارة. سلامي عليك يا بن حريك من يتواجد هنا في قمة التحديات والانطلاقات الأولى. مالك عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي، ختام همسكي المنهالي مع هذا الشوط المميز، شوط الانتاج والمنتجين. تهانينا تهانينا والناموس لك يا المنهالي على هذا الفوز والانتصار. عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي بمتابعة عبدون الجحافي. تهانينا والناموس لحظات الفوز والانتصار. المركز الثاني الهدى سهيل بن حمد بن يطبع العامري، وثالثا جود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، ورابعا مرضية علي بن خليفة بن بليشة الكتبي، وخامسا متعبة سالم بن سهيل بن لويع العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك عوايد محمد بن سعيد بن حريك المنهالي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار، ولحظات التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام من مسافة الستة كيلو مترات، تسع دقائق تسع وعشرين ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. تهاني الناموس المركز الثاني، وصلت الهدة لسيد سهيل بن حمد بن يطبع العامري، والتوقيت الزمني تسع دقائق 32 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهاني الناموس المركز الثالث، كان الوصول مع نجود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي بتوقيت تسع دقائق 33 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.